باسم الآب ابن روح القدس إله الواحد آمين. أخوتي الأحبة، قراءة آية اليوم هي من أمثال 3 عدد 1. الكتاب المقدس يعلمنا: يا ابني لا تنسى شريعتي بل ليحفظ قلبك وصاياي فإنها تزيدك طول الأيام وسني حياة وسلامة. آمين. مبارك اسمك يا رب. التأمل يجي مع آية اليوم: هؤلاء الأكبر سنا لا يتم احترامهم اليوم بنفس الشكل كما في الماضي. الكتاب المقدس يذكرنا كثيرا لحاجتنا أن نكرم هؤلاء الطاهرين الذين ذهبوا من قبلنا، سواء كان الأب وراء هذه الرسالة هو الأب الجسدي للشخص الذي يتلقى الإرشادات، أو كان معلم لهذا الطالب الذي يسعى للحكمة. في كلا الحالتين المبدأ واحد، لدينا الكثير لنتعلمه والكثير لنكتسبه من رضوخ بصوت الذين خدموا الله لسنوات طويلة وأثبتوا إنهم حكماء ومخلصين. آمين. لو نتكلم شوية على هاي الآية بالأخص اللي يسمونها، يقول لا تنسى شريعتي، يعني احفظ شريعتي وصايا يهمنا. لو نشوف في سفر لوقا، سفر مرقس آمين 12:28 يقول: فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أي وصية هي الأول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب رب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى، والثانية مثلها هي: تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. آمين. طبعا الوصية الأولى هي حب الرب إلهنا من كل قلبنا من كل قوتنا من كل طاقتنا، والوصية الثانية أن حب صديقنا جيراننا قريبنا next door neighbor اللي يشتغل معنا اللي نشتغل إله منا، نفس الشيء نحبه مثل ما نحب نفسنا. آمين. الصلاة تجي مع آية اليوم: إلهي المحب وأبي الأبدي، أشكرك على هؤلاء الأشخاص الحكماء في حياتي الذين شاركوا حكمتك وتجاربهم معي. من فضلك ساعدهم أن يعرفوا كم أقدر استثمار محبتهم وأرشادهم، ومن فضلك استخدمني لأفعل مثل الذين يأتون من بعدي. باسم يسوع ربي ومخلصي أصلي آمين. أخوتي الأحبة، تصبحون على خير. شوفكم فيديو ثاني، وGood night.